مجرفات قوات الاحتلال تتجه باتجاه قرية كوبر. متابعينا الكرام، كما تشاهدون جرافات الاحتلال صعب. ممكن ترجع ورا؟ الدم لا، ولا اول مره بس هناك صابونة هذه. لا ما يعرفش الكبور بس هبل. على كيف حالك؟ هني ايش كنت بس شبك عشان صوت وانا بهم صوت طبعا ما حصل هذه الليلة أنه أكثر من 20 آلية من آليات الاحتلال قدمت لهدم البيت ومعها الجرافات. البيت كما ترون دمر بالكامل تقريبا، لم يسلم الطابق العلوي ولا الطابق السفلي. رسالتي لقسام أنه مهما كان الاحتلال قويا ومتغطرسا ومهما أرعب أو أرهب الأهل بالغاز والدموع والمسيل الدموع والقنابل والآليات، إلا أن شعبنا سيظل قوياً وقوي بقسام.